هنتكلم النهاردة عن شاشة الفيور. شاشة الفيور عندي زي ما احنا شايفين بتظهر امتى فيها المادة؟ لما اكون عندي في البراوزر بعمل دبل كليك عليها تبتدي تظهر المادة. طيب بلاحظ في شاشة الفيور في اكتر من تاب، لو انا بعمل دبل كليك على صوت بيظهر معايا التاب بتاعت ايه؟ بتاعت الصوت بس، وبيظهر معايا التاب بتاعت الفلتر، الفلاتر اللي هتطبق على الصوت دوت. يبقى انا لما بمسك صوت بس واعمل عليه دبل كليك بتظهر في الفيور الصوت، وبيظهر الويف بتاعي عشان ابقى عارف الصوت بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، واضح ان الصوت هنا عالي، واضح ان هنا اخد نفسه وبدا يتكلم تاني. طيب لو انا بعمل دبل كليك على ماده، الماده ديت ما فيهاش صوت، فيها فيديو، هيظهر الفيديو وتظهر الفلاتر اللي هتطبق على الفيديو، وهتظهر شاشه الموشن اللي هنيجي نتكلم عليها بعد كده. يبقى انا الفيديو بيظهر معايا فيديو، الاوديو يظهر معايا اوديو. طيب لو ماده فيها الاثنين، فيها فيديو واوديو، بيظهر الفيديو ويظهر كمان الاوديو. احيانا الاوديو عنده بيبقى ستيريو ليفت ورايت، واحيانا بتبقى تو شانل، مونو واحد ومونو اتنين، يبقى بيظهر عندي الفيديو ويظهر عندي التشانل الاوديو، سواء واحده او اتنين او ستيريو. وتظهر الفلاتر، الفلاتر هنا هتبقى فيه فلاتر خاصة بالفيديو وخاصة بالمونو واحد وخاصة بالمونو اتنين، فلاتر الفيديو، فلاتر الصوت الأولاني، فلاتر الصوت التاني، وشاشة الموشن. يبقى أنا شاشة الفيور عندي بتختلف على حسب المادة اللي أنا بعمل عليها دبل كليك. نلاحظ كمان حاجة غريبة، لما بعمل دبل كليك على صوت بيظهر عندي هنا في التايم لاين إيه بس؟ التشانل بتاعت الصوت هي اللي متصلة، وهنيجي نعرف التايم لاين ايه للشانل ديت. لما بيكون معايا فيديو بيظهر معايا للشانل بتاعت الفيديو، ما بيظهرش معايا الايه؟ الحاجة الخاصة بالاوديو. لكن لو معايا كليب فيها الفيديو والاوديو يظهر معايا ايه؟ فيديو اوديو في الاتنين. يبقى احيانا بعض الناس بيفاجأ لما يجي بيعمل دبل كليك على مادة اختفى الصوت هنا في التايم لاين. لا، كان المشكلة في ايه؟ ان انت عملت دبل كليك على مادة والمادة ديت ما فيهاش ايه؟ صوت. طيب نرجع لشاشة الفيور، نكبر شوية شاشة الفيور. عرفنا بقى التاب اللي عندنا، فيديو لو المادة دي فيها فيديو، اوديو لو المادة دي فيها اوديو، فلاتر طبعا لو فيها فيديو هيظهر الفيديو فلتر، لو فيها صوت هيظهر الايه الاصوات بتاعت الفيديو، وشاشة الموشن. طيب نرجع لشاشة الفيديو. شاشة الفيديو عندي عدادين، عداد على اليمين وعداد على الشمال. العداد اللي على اليمين بيقول لي الهيد بتاعي واقف فين. طيب الهيد واقف في الاول، المفروض ده تبقى اصفار. لا، المكان دوت هو المكان الاصلي على الشريط. يعني ايه المكان الاصلي على الشريط؟ يعني اللقطه ديت لو رحنا جبنا الشريط الاصلي اللي عملنا منه جلب لماده الفيديو، هنلاقي اللقطه ديت بالظبط عند كام؟ عند ساعتين ودقيقتين 21 ثانيه 13 كادر او 13 فريم. اتحركت كده شويه يبقى اللقطه بتبتدي تتحرك على الشريط برضو. وصل هنا عند الشريط عند اللقطة ايه ديت، عند اللقطة ساعتين دقيقتين 28 ثانية 10 كادرات. امال ايه على الشمال ده؟ ده الديوريشن من بداية الكليب لغاية نهايتها، كل الكليبية ديت زمنها 15 ثانية و10 كادرات. طيب افرض ان انا بدأت اخد نقطة البداية، ال 15 ثانية بقت كام؟ بقت 13. هعمل تراجع، كانت 15 و10، لما ادوس حرف الاي الان نقطة البداية بقت 13، وظهرت معايا نقطة البداية هنا عشان اوقف عليها. لو جيت هنا وعملت اوت ظهرت علامة الاوت وبقى الزمن 10 ثواني، يبقى زمن الكليباية من بداية من نقطة البداية للنهاية. لو مفيش نقطة البداية والنهاية يبقى من اول الكليب لغاية اخر الكليب. يبقى ده العداد، ده عداد الديوريشن، لكن ده عداد الايه؟ الهيد بتاعي واقف فين؟ في المكان. لو المادة دي جاية من على الشريط يبقى ده الايه؟ الرقم اللي على الشريط بالظبط، التايم كود بتاع الايه؟ الشريط. هنا رؤية، عايز ان انا اصغر الكادر شوية، عايز اكبره، بتحرك فيه زي ما انا عايز. لو كبرته هضطر ان انا اجي يمين وشمال عشان اشوف الكادر الايه؟ اللي مش مظبوط. في امر جميل اوي اللي هو فيت تو ويندو او العالي وحرف الزد يخلي لي ايه؟ الكادر على قد الشاشة اللي موجودة، يكبر يصغر، المهم يظبط لي الكادر على قد الشاشه ايه بتاعتي. طيب امال ديت خاصه بايه؟ دي خاصه بالرؤيه،
بالايمج، انا عندي الايمج. طب ايمج واير فريم ايه الفرق؟ اه بقى في هنا الحدود بتاعتي، عشان اعمل ايه علامه الزائد ديت تبقى ايه، اصغر واكبر الكادر بتاعي. علامه الدوران لما اجي كده، علامه الزائد بتظهر اول ما بقى فوق النقطه، جنب النقطه بشويه سواء اليمين او الشمال النقطه، بقدر الاقي علامه الدوران عشان اعمل دوران للايه، للماده بتاعتي. يبقى انا عندي علامتين دوران. عندي علامه التحريك اللي هي العلامه ديت، اقدر احرك الحاجه يمين وشمال. كل ده امتى؟ لما بيكون معايا الايمج والواير فريم. معايا الايمج ما بقدرش ان انا اعمل فيها حاجه. الايمج والواير فريم عيبها ان انا لو عايز انزل الماده ديت على التايم لاين ما بقدرش اسحبها. ليه؟ لان انا في المود بتاع الايمج والواير فريم، لازم احول لايمج عشان اقدر اسحبها بالماوس، او استخدم طبعا الاختصارات اللي هي F9 وF10 اللي احنا ايه عارفينها. طيب الواير فريم بس، يبقى انت مش عايز تشوف الصوره وعايز تتعامل مع الكليبايه من غير ما تشوف ايه محتواها عشان تسرع الشغل بتاعك. بقدر اتحرك بين الثلاثه مود ديت بحرف W، اقدر اتحرك بين الايه الثلاثه مود دول. شو اوفرلاي؟ ايه الاوفرلاي؟ الاوفرلاي لو انا جاي هنا واقف كده في بدايه الكليبايه، بيظهر لي هنا كان بدايه شريط السينما. هو مش شريط، هو مش شريط فيلم، لا دي حاجة ايه، حاجة وهمية عشان بس يبين لي ان انا في البداية. لو انا في النهاية يديني العلامة ديت ان انا في النهاية. لو انا واقف على نقطة ان او اوت من النقط بتظهر علامة الاوت، رحت على علامة الان بتظهر علامة الان. كل دوت المسؤول عنه مين؟ الاوفرلاي. لو مفيش اوفرلاي ما تظهرش العلامات ديت موجودة عندي فين؟ في شاشة الفيور اللي انا بستخدمها. طيب شفت الاوفر، شفت الاوفرلاي. شو تايتل سيف؟ التايتل سيف عندي بيبين لي خطين بالشكل دوت. الخط الاولاني بيقول لي ان الحدود ديت هي حدود شاشة التلفزيون. لو انا هعرض ابس التلفزيون، الجزء دوت اللي فوق الخط هيطير معايا من الشاشة. ليه؟ شاشة الكمبيوتر بتعرض بشكل وشاشة التلفزيون بتعرض بشكل تاني. عشان ابقى في السيف سايد كده عين الراجل ده مش هتظهر. في السيف سايد لو انا عايز عين الراجل ده تظهر، اضغط اجيب الايمج رويال فريم وادخل الكادر ايه جوه، عشان تبقى ايه في الحدود الامنه بتاعتي ان الحاجه دي هتظهر ايه في شاشه التلفزيون. طيب امال ايه الخط الثاني؟ الخط الثاني انت لو عايز تحط لوجو قناه، عايز تحط كتابات، يفضل ان انت تحطها على الايه، على الخط الثاني. ما تبقاش اللوجو لازق في الشاشه من اعلى او من اليمين او من الشمال، يبقى بيدي حد زي ما بنقول عليه هامش مثلا في الكتابه، تبقى انت ايه بادي جوه الايه الكادر بتاعك. طيب شو التايم كود؟ لو عايز اشوف التايم كود، نقطه الان والاوت والفيديو تبقى معايا، بقدر اقول له ايه اظهرها كده، بتقدر ايه تخفيها. طيب شو اكسس لوما؟ الاكسس لوما بيبين لي عيوب التصوير. الجزء ده من التصوير كانت الاضاءه فيه زياده والتاني علامه صفراء، يبقى كده كان فيها مشكله، الراجل المصور ما اخدش باله من الضوء، والضوء هنا ايه بنقول حرق التصوير بتاعنا او حرق الماده بتاعتنا. طيب كده اه الجزء ده كله بايظ. امتى يكون سليم؟ لما الاقي علامه خضراء في الكادر بتاعي تبين ان الاضاءه ديت ايه ما فيهاش مشكله. تعال نكبر الكادر شويه. اه طلعنا الحاجات اللي ايه اللي كان فيها مشكله. هنا في حاجات فيها مشكله لكن داخل الحدود الايه الامنه بتاعتنا، لكن قربت انها ايه تبوظ. بنقول انها من 90 ل 100، ودي هنشرحها ايه بالتفصيل بعد كده. العلامه ديت بتعني ان انت ايه الحاجات اوكي ما فيهاش مشكله، لكنها قربت عشان لقينا العلامه فوق علامه الصح، السهم الصغير دوت. لو ملاش السهم الصغير دوت يبقى كده ايه 100% ما فيهاش مشكله. الكادر هنا كله ممكن نكبر الكادر شويه. انا مش قادر اكبر الكادر. هقدر اكبر الكادر ازاي؟ هعمل تصغير الاول 25% عشان اقدر امسك الكادر وابتدي ان انا ايه اكبره. اه كده التصوير 100% ما فيهوش اي ايه مشكله عندي في الشغل، طالما علامه خضراء وعلامه صح ايه فيها. يبقى ده الاكسس زوما. معظم الناس المبتدئين في الكمبيوتر لما بيجي يعمل كنترول زد، خصوصا اللي جايين من الاي بي ام، كنترول زد بيعرض الاكسس زوما وبيخفيها، فدايما بنلاقي العلامه ديت موجوده عندنا في الاختصار بتاعنا.